الأخلاق الكريمة التي تحفظ وحدة المجتمعات وتمنح الروح الإيجابية وتجعلها في مقام الأسوة والقدوة الكفيلة باستنهاض روح الأمة حضارياً وبمقاومة الضعف والهزيمة الداخلية للوصول إلى التغيير المطلوب في الأنفس والسلوك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الدعوة إلى المصالحة الشاملة يدعو الاتحاد مجدداً إلى إحياء المصالحة الشاملة بين فعاليات الأمة كافة الحكومية والشعبية، العلماء والدعاة، الهيئات والمنظمات، والحركات والشعوب والقوميات، على أساس من كفالة الحقوق وتعزيز مناخ الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة والتزام النهج السلمي قولا وعملا، وإرساء قواعد العدالة وتنفيذ أحكام القضاء المستقل تنفيذا فوريا، وتأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، وإلغاء قوانين الطوارئ والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلما، وتيسير عودة المواطنين المهجرين، وتأكيد دور العلماء في إصلاح الأمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والالتزام بثوابت الأمة الدينية والوطنية والدفاع عنها تعزيزا لدورها وقطعا للطريق على المتربصين بها. ويرحب الاتحاد بالجهود الدائبة التي تبذل في بعض الأقطار العربية والإسلامية لتحقيق المصالحة بين جميع الفئات العاملة لخدمة الفكرة الإسلامية، ولا سيما أولئك الذين انتهجوا سبيل العنف والتغيير بالقوة عددا من السنين، ثم فاوا إلى كلمة الحق وعادوا إلى نهج الوسطية الإسلامية الذي يتبناه الاتحاد ويدعو إليه. ويؤكد الاتحاد في هذا السياق ضرورة الإسراع في الإفراج عن سائر المعتقلين السياسيين في جميع دول العالم الإسلامي، واستيعاب الجميع في الحياة العملية وفي النشاط الدعوي السلمي، استثمارا لطاقتهم واستفادة من تجربتهم في الحيلولة بين الشباب المسلم وبين الوقوع في براثن دعاة الغلو والعنف والتكفير. وأخيرا، يعلن الاتحاد عن مواصلة عزمه على ترشيد الأمة وتصحيح مفاهيمها ودفعها إلى النهضة الحضارية المنشودة، وذلك باتخاذ جملة من القرارات المتعلقة في هذه الدورة وفي الدورات السابقة، باستمرار في تنظيم المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية وطباعة المنشورات الفكرية والثقافية التي من شأنها أن تؤصل كافة القضايا المطروحة على الساحة الإسلامية، وأن تنزلها على الواقع المعاصر وفقاً للأصول المعتبرة وفق خطة الاتحاد الاستراتيجية. وفي الختام، ينتهز الاتحاد الفرصة ليقدم أجزل الشكر وأخلص الدعاء لقطر شعباً وأميراً وحكومةً، وبخاصة للأمير المفدى على رعايته الكريمة وعلى مواقفه ومواقف حكومته المشرفة في كافة المجالات السياسية والإنسانية. فبارك الله في هذه الدولة، وبارك الله في الجميع، ووفقنا الله وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك تختم. شكر الله لكم أيها الإخوة الأحبة ما قمتم به في هذا الاجتماع الطيب المبارك النافع إن شاء الله، وأدعو الله عز وجل أن يصحبكم بعنايته وبرعايته في ذهابكم وإيابكم ورحلاتكم، وأن يجعل عملكم هذا عملا نافعا للأمة ومباركا لأجيالها كلها. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ولا يشكر يستطيع أن يشكركم حقيقة إلا الله عز وجل، الذي يقول في كتابه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نحن نشكر لكم ونعتذر إن كنا قصرنا في بعض أموركم،
عامدين أو خاطئين، لا 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 يمكن نتعمد يعني أن نسيء إليكم، إنما قد نخطئ، نقصر، نضيع بعض الأشياء، فما حدث منا فسامحونا، فنحن إخوتكم ونحن نحبكم ونحن نؤثركم، والله على أنفسنا آثركم الله وحفظكم ورعاكم وهيأ لكم من أمركم رشدا ورفع شأن أمتكم وشأن شريعتكم. اللهم اجعل هذه الشريعة هي الحاكمة، واجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.